الاحتجاجات في لبنان على الأوضاع الاقتصادية السيئة، لكن برز خلال الأيام الماضية دور المرأة اللبنانية في تلك التظاهرات في ساحات المظاهرات، واحتلت اهتماما من قبل المغردين العرب. دعونا نأخذكم مشاهدينا إلى صورة المرأة أصبحت رمزا لاحتجاجات لبنان بعد انتشار فيديو لركل امرأة من المتظاهرين لضابط أمن في بيروت في اليوم الأول من الاحتجاجات. انتشرت صور النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، فالنساء شاركنا في التظاهرات منذ اللحظة الأولى، وانتشرت فيديوهات عدة للنساء اللبنانيات من بين تلك المقاطع الأكثر انتشارا لسيدة لبنانية وهي تخاطب ضابطا أثناء التظاهرات. بدنا نفوت لجوا، حضرتكم ساكتين هيك؟ لجوعوكم ميل ما عم يعطوكم، شو عشو ساكتين؟ ما عم بفهمنا، عم ينهبوكم. إسرائيل ما فيكم تطروا رصاصة، بس بتطروا الشعب أوقات. أنتوا لازم تحكموا البلد بهالوقت. أنتوا خوفانين من نصر الله؟ يا غوصة معلش، على قليل من موت فتى أرضنا. روح شوف الفلسطينيه كيف شجرة زيتونة بيموتوا لأجلها. نحن وطن وأرض، إذا ما عندك أرض ما عندك وطن. وأبدعت نساء لبنان في أساليب التظاهر. نأخذكم هنا في هذا الفيديو إلى سيدة تظاهرت بشكل ساخر متحدثة عن تأثير تردي الأوضاع الاقتصادية على جمالها. الجمهورية حرام، حرام يعمل شعبه هيك، يطلع شوف ليك شفافي، بوتوكس فيلر مش قادرة أعمل، ليك الريد مش قادرة أعمل فيلر، حرام يجوع شعبه هيك. طبعا أشعلت النساء في لبنان مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط ببسالتهن مشاهدين في الاحتجاجات، ولكن بجمالهن أيضا. هنا رجل الأعمال المصري نجيب سويرس يغرد قائلا: نكتة اليوم، قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان وأول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن. تغريدة سويرس هذه أثارت موجة من الغضب، فكتب من يسمي نفسه جان فيجان يقول: عيب والله، في ناس تموت وأطفال تقتل وأنت تقول نكتة، يا عيب الشوم عليك يا نجيب. علاء مبارك نشر نكتة أخرى وكتب معلقا: مع احترامي للجميع، شاهدت على شبكات التواصل أو على شبكة التواصل خفة دم بأن أقول إيه، ويرفق ذلك بهذه الصورة لمتظاهرات لبنان، وكتب عليها: الناس دي لو كان نزل زيهم في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم. بطوطة، من تسمي نفسها بطوطة، غردت: طيب ليه لفت نظركم بنات لبنان لابسين ايه؟ ما لفتش نظركم ان ما حدش بيتعرض لهم؟ انس الحنفاوي او الحفناوي: انا مستعد اراهن ان غالبيه الرجال اللي بتهلفط على بنات لبنان لو شاف واحده جميله وشيك ومهتمه بنفسها ومثقفه حيخاف يقرب منها. صلوا على النبي كده وخليكم صادقين مع نفسكم وانتم بتدوروا على طرف ضعيف تطلعوا فيه بؤسكم. مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية كانت منصة لنشر تفاصيل المظاهرات وخفة ظل اللبنانيين. دعونا نريكم هذا الفيديو. الزفت اعوج، الطاوله مش عم تهدى، بدنا نلعب بالفوت بالمسخره. Thank you.
يبدو أن هذه الاحتجاجات والأشكال المتعددة التي أخذتها بدأت تؤتي ثمارها، فقد أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري منذ ساعات عن إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية. موازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس. القطاع المصرفي ومصرف لبنان بيساهموا بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020، ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف. خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. خفض موازنات مجلس الماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%. قرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية. 20 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. الحريري أكد أيضاً على دعمه لحرية التظاهر واستمرارها إذا رغب اللبنانيون، وأشاد بجهود المتظاهرين التي دفعت إلى إقرار الإصلاحات. يلي عملتوه أنتو كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والتيارات والقيادات، وأهم حاجز انكسر هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى. أنتوا رجعتوا الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح فوق أي هوية طائفية أو مذهبية. هيدا أكبر مكسب وطني. إن شاء الله بيكون هالشي بداية لنهاية النظام الطائفي بلبنان، بداية حقيقية للبنان الجديد.